السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم في عالم الطيور، خاصة منها طيور الكناري. أمامكم مجموعة من ذكور طيور الكناري، وموضوع هذه الحلقة هو تغذية ذكور الكناري لأجل التجهيز للتزاوج، خصوصا مع اقتراب موعد هذا التزاوج. لأجل إنجاح هذا التزاوج إن شاء الله، لابد من اتباع نظام غذائي معين وطريقة فعالة لإنجاح هذه العملية. تغذية الطيور ليست وحدها التي تؤهله لأجل تزاوج ناجح، لكن ضروري من الراحة النفسية. لذلك ننصح أخي أختي الكريمة باختيار مكان مناسب، مكان هادئ بعيد عن الضجيج والضوضاء، مكان يتوفر على جو ملطف، ليس باردا وليس حارا، خصوصا ونحن مقبلين على استقبال فصلي الخريف والشتاء والطقس يكون باردا. إذن الشرط الأول توفير مكان هادئ، توفير مكان دافئ، يليه اتباع نظام غذائي معين. إذن عن التغذية، فبالإضافة إلى حبوب الفلارس، حبوب العادية التي تقدم إلى الطيور، يفضل أن نقدم مرتين في الأسبوع كل من حبوب الشوفان أو ما يسمى بالخرطال، وكذلك الخس والجزر، وكذلك البيض الذي يلعب دورا مهما في تجهيز الطائر. قدموا كذلك لطيوركم فاكهة التفاح والفلفل الحار، لكن بالنسبة لفاكهة التفاح والفلفل الحار لا تقدمها إلا مرة واحدة في الأسبوع. أغلب الخضروات والفواكه هي مفيدة لصحة طيورنا وسلامة طيورنا، إلا أنه يجب التركيز على هذه المواد التي قمنا بحصرها بصفة رسمية في الأسبوع، كما أشرنا، مرتين بالنسبة لنوع معين ومرة واحدة بالنسبة لأنواع أخرى. وإشارة مهمة جدا 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 تساعد كثيرا وبنسبة كثيرة في جهوزية الطائر، سواء منهم الذكور أو الإناث، وهي تخصيص مرة، إن كان الجو باردا مرة واحدة، وإن كان عاديا الجو عاديا مرتين في الأسبوع، فترة استحمام، ضروري من استحمام الطيور وتعريضهم لأشعة الشمس. بالنسبة لأقفاص الطيور، يفضل اقتناء أقفاص كبيرة نوعا ما لخلق مساحات كبيرة أمام الطائر وإتاحة الفرصة لأجل الطيران بحرية داخل القفص وحرق التشحيم، لأنه الطائر عندما يكون مشحما فلن تستطيع أن تحقق جهوزيته، ولن يستطيع تلقيح الأنثى بالكيفية السليمة للإنتاج بطبيعة الحال، مع الحفاظ على إمكانية التعقيم ونظافة الأقفاص كذلك. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل، تعليقاتكم تهمنا بوضع ما يعبر عن هذا المحتوى، سواء بالتعقيب أو بالتأييد. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب، إن لم تكن مشتركين في القناة اشتركوا مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا لكم، مع تحياتي في دروس لاحقة إن شاء الله.